ايه ده؟ يا ابو 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 بيت فيها بيت انا قلت البيت دي قبله قبل العركه كنت خايف لكن اول ما بدات لقيت بنت جيتي في يدي راكبها 30 عفريت تصدق يا سفرتو انا مش حاسس ان احنا كنا بنتشاق انا اول مره اشوف عركه كبيره قوي تقوم لاجل حق ناس غلابه يا جدعان اللي عملناها ده ما كانش شقاوه دي فتوانة بس كانت على حق سبرتو ما خفتش يا سبرتو مين ده يا جدع اللي خاف انا كنت مرعوب هذا دور يعني محدش شافك هلا النهارده في المعمعه ما كانش فاضي اصله كان بيحلب المعزه فينا دعدوس لا ذكر يالا مالك يا رامز انا الفار بيلعب في عيبي حكايه الدهب اللي قال عليها شمس دي مش داخله دماغي بس احنا كده ماشيين سكة يوسف وابا وامينة رزق. امينة ايش؟ امينة رزق ويوسف وابا بتوع السيما. اه. كشفت النهارده بان المستخبي ها؟ ايش تقصد؟ لما الراجل بتاع الرصاص جه في دماغي انت هتموت عليا انت. لا انا فزعت من الطلق. وايه كمان؟ ولا شيء. بيننا وبين بعض عيش وملح يا راجل. انت بتقاوحي مع روحك ليه يا حنة؟ انا ما بقاوح في شيء. بيننا وبين بعض اتفاق وخلاص يا شمس. انت خايفه تتجوزيني؟ يا شمس سلو بلدنا المره لما تتجوز تقعد في دارها تحوط على عيالها وهي مطمنه. وانت حالك ليس الرعد ولا حبيب المسنود عليك مسنود على حطمايله. تقدر تقول لي ليش داير نهارك في مصر في هبش ونبش واخر ليله كل نوبه ترقد في حضنك مره شكل ولا كلاب الشوارع؟ ليش ما تعيش نظيف؟ لك دار وباب يتسنكر عليك. الهي تستنكر على نافوخك بوابه متولي بحاجه النبي. ليه يا رب كده يا رب؟ دون عن نسوان العالم كلها ما توعديش الا فيه. ها؟ ومالها هادي يا شمس؟ هادي بس هقول لك على حاجه. احنا من اول ما عرفنا بعض واحنا عاملين زي نار ونهير. امال لما هنتجوز هنعمل ايه؟ هنضرب بعض بالنبابيت؟ الله شهيد يا شمس. ما تمد يدك عليا الا اقطعها لك قطاطيع. قطع مين يا بيت؟ مد يدك ليه؟ بتشهيد. ما تمدش يدك عليا يا شمس. انا عارف ان اهلي لك وبيع من الاول